السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، اليوم أول سفر لينا من لجنة المغرب. غادي نمشي إن شاء الله لأكادير. علاش؟ باش نعيدو مع التلاميذ. وقفنا في بحر الاستراحة ديال برشيد، عجبتني زوينة هاد القهوة اللي هنايا. كي جاتك وليد الكافي؟ زوينة أنا عجبتني، والله إلا عجبتني. سليم كي جاتك كافي بابا؟ قال فينا هو هذه اللي احنا جالسين فيها زوينه، ما بغيتش نبين الناس مي زوينه، بغيتكم تشوفوها زعما. زوينه سليم، اشنو كومونديتي انت؟ قول لي اشنو كومونديتي. كرواسون شوكولا، اها، كافي كريم. وانا اش كومونديت؟ اتاي وشناك. واشنو قلت لك انا يا اشنو قلت لك انا وياك اشنو نديرو؟ شنو هذا الديل اللي درت انا وياك؟ انا ذوقتي ذوق او با بارطاجي. قلت لي ذوقني وندوقك. انت غدوقنا بحالو بلا ما ندوقك، حيت خدت بحالو صافي. وي ذوق صافا. وليد عيان؟ علاش عيان؟ حيت ما نعرفش، نعرفتي معاك البارح، دابا صدق الباي. وليدات كلهم فرحانين وعلى راسهم انا وباباهم الحمد لله. من بعد ما هاجرنا لكندا هذه اول مره غدا نعيدوا ان شاء الله في المغرب. غدا نعيدوا عند ستي لاميس كيف ما قلت اكادير. كنا بغينا نعيدوا عند لوستي اسماء برشيد، ولكن الوليدات بغاو يمشيو يفوزوا، بغاو يبدلوا الجو، عجبتهم اكادير. الوغ اون شانجي لو بلان. وي لا نستطيع الانتظار، اختي هي فرحانه بزاف وراجلها كذلك فرحان بزاف بينا. ان شاء الله عندي بزاف ديال لي بلون اكادير. عندي بزاف لي بلون انا ووالدي، انا وسليم اكادير. غنمشيو للبحر، غنمشيو بزاف ديال البلايص السياحيه، غندير معاكم فلوغات تما، غادي نقول سبسكرايب، غادي نقول جيهان كمان ياك سليم. فوالا الفطور وصل، كافي كريم في الحقيقة، كريم ديال المعقولة اللي كتبان بحال غير حليب. هذه زوينة مجيد ديالك، هذه نص نص ياك؟ لا لا، في حقك أنا كان خصنا ناخذ نص نص. هذا كافي كريم بات لي بيضاء. أتاي ديالي واخا البراد مصدي، ماشي مشكل، يا ربي من الداخل ما يكونش مصدي. فوالا الوليدات ضروري خصهم يشوفوا البارك يلعبوا فيه. ضروري أحبابي نقول لكم رأيي في هذه الدار ضيافة. في حقيقه فيها غير المظهر ملي دخلنا، راه شفتوا شحال داك الشيء عجبني، الباتيسري كيبان زوين، لي بتي بان واعرين. ماي جاد مدقس هذاك الشيء، اونتر بارونتيز مدقس مدقس. شكون كيعرف مدقس؟ اللي ما كيعرفش لا هي ديغولاس. هي هذاك الشيء من الداخل بتي بان ثقيله ومعجنه من الداخل، فريمون زيرو بالنسبه لهذا الشيء اللي كلينا دابا في الفطور. المهم درنا شويه المجاج بقيوه واتاي. هاد الطوموبيل دابا حنا وقفنا في واحد البحث استراحة، وليد مسكين جاه لو مال ديال الطريق، بقى كيسترجع الطريق كاملة. بغينا نرتاحوا شوية هنايا، قريبين نوصلوا لبنكرير. وبان ليا هادشي والله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله سون كومونتير. تصور هادو جايين مع الباكاج، هاد الوليدات راكبين لداخل وسط الباكاج، حنا شفناهم حتى بداو كيخرجوا من وسط الباكاج. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله إلا بدون تعليق بدون تعليق. والطوموبيل عامره بزاف من الداخل مدكسه. والله يحفظه صافي، الله يدير تويت الخير، والله يهدينا يا ربي. هنا جينا لبحد استراحه، لقينا هاد البلاصه الشعبيه جدا. هنا الناس دايرين اتاي، جليسات زوينين، ما عرفتش هذاك الكاميلات شنو فيهم. حنا بعدا فين ما مشينا الناس الشعبيين فين ما مشاو كيديروا بلاصتهم الحمد لله. وهنا هاد البلاصه دايرين الشوا. راه برع راه برع. مسكينه هذيك باحت الاستراحه صافي غيسدوها.
غادي يبقى محلول غير هنايا. او الهنديه، واو الهنديه. انا بغيت الهنديه. انا I can't wait. أكادير مدينة سياحية 100%، جميلة جدا، فيها البحار، فيها بزاف ديال المنتجعات والمناطق السياحية، وإن شاء الله غنحاولوا نشوفوا البعض منها بإذن الله. فرحانين وصلتوا لأكادير؟ شنو هي الارتسامات ديالكم؟ الارتسامات سيتادير شي حاجه مرسومه. علق تعليق من اكادير كيهضروا عليها بالتسكوت. خليني نهضر انا. قول. غادي نقولوا تيقولوا بان اكادير تري بيل فيل. فيل هذا ولا منا تري بيل فيل سيتي زعما. وليد السلام عليكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا. اول كسكسو غادي ناكلوه ملي جينا المغرب من صنع ايادي اختو كيد. سوري. يلا. مرحبا اهلا وسهلا. الكسكس المغربي مع العائله. الله الوطن الملك. كنتمنى تكونوا شفتوها. هذا الجبل اللي معروف فين كان اكادير لاول مره. ولا لقاؤنا في ذا بيتش. اول نهار لينا في اكادير، ضروري ما نشوفوا البحر ولاكوت، عاد نعسوا وغدا نعيدوا. ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. ندخلوا لهاد الكافي غيستو. مايا مايا عندك طوموبيل ماشي ريحه البحر. الله يا ربي الله كيدوزو من هنا. هدايا شوفي خوك عافاك يبقى يقطع فيه بليز. ريحة البحر زوينة عافية. الله الغروب دابا بحق الغروب شوية فات بواحد شوية فلتناه، ولكن القهوة زوينة نقية. يلا انا نكتشف معكم. ولا احبابي شوفوا معايا هاد القهوة شحال زوينة، هاد الغيستو شحال زوين. راه ما دايرهش لي الاشهار، ما دايره معاه لا كولابوراسيون لا والو، غير عجبني. وبغيت نوريه لكم زوينه ونقيه. خاويه حيت اليوم الليله ديال العيد، غدا العيد ان شاء الله باذن الله. ياك سلمتي. اوه واو فيري نايس. هنا اوه واو البلايصه شحال زوينه ديال الغروب. هيا اختي سبقاتني، هيا سبقاتني، سبقتيني الغروب زعما انتيا، ياك زعما انتيا مجهدة. قولي فينا هو الغروب. مشى الغروب. واو منظر رائع جدا، ضروري نديرو شي تصويرة. وليدات ها هما كيلعبوا في هاد القهوة، فيها هاد البارك ديال الوليدات الصغار كيلعبوا فيه. 20 درهم الواحد، وخليهم يلعبوا تهنا مع راسك وجلس ارتاح في هاد القهوة. او نايس. صباح الخير احبابي، صباح النور، صباح السعاده والسرور. مبروك عيدكم جميعا. كيف ما كتشوفوها هي الطبله ديال العيد، غادي نوري لكم التطلق. حنا مجموعين مع العائله ولله الحمد، اول مره من بعد ما هجرنا غدا نعيدوا في المغرب بصحبه العائله، وغادي يكون طعم اخر. اللهم لك الحمد يا رب. حنا يلا حاطين الفطور.
الحلويات والطيبات. كنتمنى احبابي هذا العيد يلقاكم وانتم في احسن الاحوال ومع العائلات ديالكم ومع الاحباب ديالكم متجمعين. وانا متاكده ان هذا العيد هذا بزاف ديال العائلات اللي اجتمعوا. وما ننساش نجدد الشكر مره اخرى لملكنا محمد السادس اللي تاح لنا هذا المجيء الى المغرب واللقاء بالاحباب. اللهم لك الحمد، كنشكروه الشكر الجزيل، والله يعطيه الصحه ويحفظ ليه وليداته ويحفظ لينا المغرب ديالنا يا رب العالمين. مجيد غير تروح بسم الله سوف نعم. مجيد وليتي سفاح، مجيد شكون قتلتي؟ مجيد سفاح اكادير.